للتعليق على مجمل هذه الأخبار وتطورات الأسواق العالمية، ينضم إلينا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities نور الدين الحموري. سيد نور الدين، أهلا بك معنا. ارتفاع لليورو مع يعني بعد اختبارات التحمل لعدد من البنوك في منطقة اليورو، ماذا يعني هذا؟ هذا انه على الاقل كانت توقعات يكون هناك اكثر من حوالي 30 بنك، بان يكون هناك في فشل باكثر من 30 بنك، لكنها اجت بحوالي 25 بنك فقط، كما انه كانت توقعات تشير الى انه او الاسواق كانت تتوقع ان يكون هناك في عجز بحوالي 30 الى 60 مليار يورو بهذه البنوك، لكن النتيجه اتت 25 مليار. ايضا الارتفاعات التي شاهدناها باليورو اليوم على الاقل وصلت الى حوالي 27، هي كانت بسبب الانخفاض الحاد في مبيعات او طلبات السلع المعمره الأمريكية والتي أتت على عكس التوقعات تماما. انخفضنا للشهر الثاني على التوقعات أو الشهر الثاني على التوالي في الطلبات السلع المعمرة الأمريكية الأساسية، وهذا الشيء لم نشهده إلا منذ يناير الماضي. هذا الشيء أعطى نوعا ما دفع للأسواق بأن تبيع الدولار الأمريكي لفترة بسيطة، لكنها في الغالب لن تستمر، لكن أيضا لن تستمر لسبب مهم جدا، أنه الجميع الآن ينظر إلى محضر أو قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غد، بالإضافة إلى هل سيكون هناك بالفعل وقف تيسير الكمي ام سيكون هناك في ديلي او هل سيكون هناك في تاجيل لوقف تيسير الكمي. هذا الشيء الذي سنتابعه يوم غد في حوالي الساعه 10 ليلا بتوقيت ابو ظبي. سيد نور الدين، معظم الاسواق اليوم الاسواق العالميه وحتى اسواق المنطقه يعني تسير على وقع تغيرات اسعار النفط العالميه، جولدمان ساكس يتوقع المزيد من الانخفاض في هذه الاسعار، كيف تتقبل الاسواق او كيف تترقب هذا الامر؟ لازلنا بتداولات بالنسبة لخام غرب تكساس ولا حتى خام برنت، إلى الآن نتداول في نفس النطاق فوق مستويات ال 85 دولار وفوق مستويات 80 بالنسبة لخام برنت. هذا الشيء إلى الآن لازال مستوى مهم جدا النظر إليه. حتى كنا نتكلم مع بعض الزملاء بالنسبة لأسواق السلع، لازالوا هناك العديد من الطلبات والعديد أيضا من أوامر الوقف ما دون مستويات 80 دولار. إلى الآن سواء شهدنا أي انخفاضات أو أي أرقام اقتصادية سلبية من جديد، كما هو الحال الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، اللي أدى إلى تخفيض توقعات النمو مرة أخرى من أحد البنوك العالمية إلى 3.2 بدل 3.4، هذا الشيء قد يضغط على الأسعار من جديد. لكن على مستوى الانخفاض ما دون مستويات 80 دولار قد يفتح المجال لمزيد من الانخفاضات ما بين حوالي 77 أو حتى هناك من يتحدث عن 75 دولار. على مستوى الارتفاع مستويات 85 أيضا لا زالت مستويات مهمة بالنسبة لخام غرب تكساس. سيد نور الدين، بالنسبة إلى الصين نرى الكثير من البيانات التي تصدر، البيانات الرسمية في الفترة الأخيرة كلها أو معظمها يشير إلى ضعف حقيقي في الاقتصاد الصيني، ماذا تعني لك البيانات التي تصدر عن الصين، كيف تقرأها؟ ليس لدينا هذا القلق الكبير من الصين. لا ننسى انه بالنهايه اولا الناتج المحلي الاجمالي اتى بافضل من التوقعات، 7 او اكثر من 7.3%، هذا الشيء يعتبر ايجابي ولا يعتبر هذا الشيء السلبي. كما انه نقارن 7% بباقي الدول العالميه، لم ناتي الى الان باي دوله بحوالي اكثر من 7% على الاقل او حتى اكثر من 3%. الفدرالي الامريكي الى الان يتوقع 4% بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي على المستوى السنوي، لكن لم نصل الى الان بواقع 1% على مستوى الافرج او المتوسط على العام الحالي كامل. لكن بالرغم من كل هذا شهدنا المزيد من الإجراءات من قبل البنك الشعبي الصيني خلال الفترة الماضية، في الغالب ما ستعود إيجابيتها خلال الربع الأخير من العام الجاري إن لم يكن الربع الأول. لكن من جديد التباطؤ هو شيء طبيعي في ظل ما يحدث من جديد سواء في أوروبا أو حتى في آسيا، بالإضافة أيضا إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، جميعها يلعب دور في الوقت الحالي. فالانخفاض لا يعتبر هذا الانخفاض الشيء السيء جدا، بينما هي عملية تباطؤ لا زالت عندنا 7% من الناتج المحلي الإجمالي لا يعتبر بهذا الشيء السلبي، لكن على المدى الطويل لا زالت الصين على الأقل في السياسة الحالية لا زالت تعتبر سياسة إيجابية. نعم، من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.